الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم، وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية اسم حسام في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عن كل خير. إذا رأى الحالم اسم حسام في المنام دل على شجاعة الرأي وقوة الشخصية للرأي، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل اسم حسام دل على إنجاب طفل قوي وجميل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة اسم حسام دل على الجمال والصفات الجميلة التي يتحلى بها الشخص صاحب الرؤية. إذا رأت الفتاة العزباء اسم حسام دل على الارتباط والزواج. إذا رأى الحالم اسم عوض في المنام دل على التعويض من الله عز وجل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة اسم عوض دل على الحمل والإنجاب لهذه المرأة، والله أعلم. كما إذا رأت الفتاة العزباء اسم عوض دل على ارتباطها وزواجها من شخص صالح. كما يمكن أن يشير للمرأة الحامل إلى التعويض بعد الصبر وتفريج المشاكل الخاصة بها، والله أعلم. إذا رأى الحالم اسم حسن في المنام دل على الحسن والجمال الذي يتمتع به الشخص، والله أعلم. إذا رأى الحالم كتابة اسم حسن دل على الخير الذي يجنيه الرأي بعد تعب، والله أعلم. كما يشير للمرأة المتزوجة إلى الخير والسعادة التي تحصل عليها المرأة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء اسم حسن دل على ارتباطها بشخص ذو مظهر وطبع جميل وحسن، والله أعلم. إذا رأى الحالم اسم إحسان دل على صفات الشخص حيث، والله أعلم، يشير إلى ما يتمتع به من عطاء وكرم، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة اسم إحسان دل على الجود التي تتصف به هذه المرأة كذلك، والله أعلم. قد يشير إلى عمل المرأة الصالح ومساعدة الناس والفقراء. كما إذا رأت الفتاة العزباء اسم إحسان دل على الارتباط بشخص عطوف وكريم. إذا رأى الحالم اسم مريم دل على الخير الذي يناله الشخص. إذا رأت المرأة المتزوجة اسم مريم دل على الصلاح والتقوى، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل اسم مريم دل على إنجاب طفل حسن وصالح يتحلى بصفات وأخلاق رفيعة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء اسم مريم دل على الأخلاق الطيبة التي تتمتع بها، والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.